السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الغرب بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغرب. حوالي يقولوا 24 ساعه من انتهاء مقابله تاع المنتخب الوطني، كاين خلاصه راح نخرجوا بها، كاين امور هبط فيها المدرب راح نتكلموا عليها، يعني بكل حياديه بدون تقديس. تعرفون احنا التقديس ما عندناش، كاين ثلاث اخطاء انا بالنسبه لي انا نحسبهم ثلاث اخطاء غلط فيهم المدرب. لكن قبل هذا فيديو شفتوه يعني وممكن انتشر بكثره، فيديو فيما يخص عتاب مونديريا على عطال، وهنا قلناها بالامس باللي عطال دار غلطه كبيره وتسبب في هدف. انا بالنسبه لي اعطاه هديه للخصم منتخب غينيا، سجلوا منه الهدف الثاني، يعني هدف الفوز، هذه حقيقه. لكن ايضا انا بكل صراحه باش نكون حيادي، انا ما نطيحش على عطال وننسى ايضا المتسبب الاخر اللي هو الحارس مونديريا، المستوى تاعه ايضا في علامات استفهام بكل صراحه. هذا ما يجرنا للاخبار الاخيره، خاصه اليوم اللي انتشرت بعض الاخبار، انا بطبيعتي ما ناكدها ما ننفيها وما نتهم حتى لاعب، ما نتهم حتى لاعب. الاخبار تقول باللي كاين لاعب ولا زوج، لاعب ولا زوج رفعوا رجليهم تعمدوا الخساره، رفعوا رجليهم وتعمدوا الخساره خدمه لاغراض ناس اخرين، اشخاص اخرين او شخص اخر او لاعب او مدرب او فهموها كما تفهموها. هذه الاخبار اللي تقولها، كل المعلومات اللي تقولها انا ما نصدقها ما نكذبها، وفي نفس الوقت ما نتهم حتى لاعب. انا واش نعرف؟ نعرف في كاش 16 دائما في كل تربص اي مدرب من المفروض يدير تقرير تاع نهايه التربص نتاعو ويحطوا للاتحاد نتاع بلاده اتحاديه، من المفروض التقرير راح يبين اذا صح كاين منها الاخبار هذه ولا لا. وباش نتاكدوا بلي هذه المعلومات صحيحه ولا غلطه ولا اشاعه كاذبه، الصاج الجاي ان شاء الله احيانا ربي، الصاج الجاي راح يكون في سبتمبر، اذا لقينا غربله تلاعبين، غربله تلاعبين سيكي في بلي المعلومات صحيحه فري، كاين لاعب ولا زوج هزوا رجليهم خدمه لاغراض ناس اخرين باش يخسر المنتخب الوطني. اذا لقينا نفس اللاعبين نفس التعداد ما كانش يعني تغربيل كبير، نعرفوا باللي راهي مجرد اشاعات كاذبه باش يلفقوا كاش يتهموا كاش لاعب ولا. بكل صراحه انا في طبيعه ما نتهم ولا لاعب، مهما يكون لعب مليح ما لعبش مليح كان خارج الاطار ما نتهم حتى لاعب، لان هذه تهمه خطيره باش تتهم واحد وتقول له باللي راك بعت الماتش ولا عطيت الماتش على جال شخص ولا لجال لاعب ولا لجال مدرب ولا لا. يعني اتهام خطير، هذا راهو قميص وطني، هذا راهو يمثل الوطن الجزائر، صعيبه باش تتهم واحد انه رغم انه المعلومات تهدم الناس يقولوا باللي كنا حاضرين الداخل في التيران، كنا حاضرين وشفنا امور. الله اعلم انا ما نتهم حتى واحد، 16 الجاي راح يبين. فيما يخص المدرب، الاخطاء اللي دارها بيتكوفيتش، كاين ثلاث اخطاء بالمناسبه باش ما ننساش. بيتكوفيتش هذه ثالث مقابله ليه، بيتكوفيتش فاز في مقابله، تعادل في مقابله، وخسر مقابله. المدرب السابق ايضا نفس الشيء، تعادل في مقابله، فاز في مقابله، وخسر في مقابله، يعني متعادلين. المدرب الحالي الجديد بيتكوفيتش لازم يغادر ولازم يروح ولازم ديجاج، بيتكوفيتش ديجاج لازم يروح يرحل. اما المدرب السابق لازم نعطوه وقت او يبني، اعطوه وقت باش تعرفوا النفاق. ما علينا، بيتكوفيتش غلط في ثلاث غلطات، نعطيكم اخطاء اللي غلطها بيتكوفيتش من وجهه نظر تاعي البسيطه. اول غلطه دارها بيتكوفيتش هي الثنائيه هذه اللي ما تمشيش، زروقي بنطال او بنطال بزروقي ما تمشيش، باش تمشي لازم تقلع واحد منها، يا تنحي زروقي يا تنحي بنطال، والبدائل كاينين، اما تلعب قندوسي او تلعب اللاعب الاخر اللي هو اسماعيل بن ناصر، خيارات ليك. هذا من الزوج الثنائيه هذه ما تمشيش، هذه اول غلطه. ثاني غلطه في التشكيله لما بدا، انا كنت متوقع كنت ممكن راح يلعب، لان عندنا مشكل شويه في الدفاع من كاس افريقيا ورواح كاين اخطاء كارثيه، قلت ممكن انا بيتكوفيتش راح يلعب بثلاثه اربعه ثلاثه او ثلاثه خمسه اثنين، يعني يلعب بثلاثه في المحور. لكن تفاجأت انه لعب يعني ماندي توغاي، وما ننساوش ايضا انه توغاي جاي متاخر للمنتخب الوطني، هذا امر ايضا يضع علامه استفهام، لاعب جاء متاخر كان يلعب في تونس يلعب في الترجي جا روطان،
يلعب اساسي ما ناش فاهمين علاش، لكن ما يهمناش هذا خيار تاع مدرب، لكن تلعب بثلاثه مسترجعين. انا كنت نشوف هذه الخطه الانسب مع عطال جناح ايمن وايطوري جناح ايسر، نديروا نوعا ما التفوق العددي خاصه في الاروقه، وهذه يعني الخطه اللي كنت نضمنها انا. لكن تفاجات انه مدافع ايمن عطال وفي الدفاع دار اخطاء كارثيه، ايطوري لعب استعراضي ما كان حتى حاجه اللي دارها قال تشفع له ولا خلق تفوق عددي، بالعكس لعب استعراضي. اذا هذه الغلطه الثانيه. الغلطه الثالثه اللي كانت في الشوط الثاني بعد ما سجلنا هدف التعادل، هنا غلط بيتكوفيتش في غلطه، انك انت سجلت هدف التعادل وانت عارف باللي المخصم يلعب لك بكتله في الدفاع ويلعب لك لي كونتر اتاك وعندهم لاعبين طوال في القائمه، كنت قادر تسكر وسط الميدان تاعك وتلعب على الاخطاء نتاع المنافس. غلطه كفر مخالفه، يغلط ما يقدرش المدافعين يركزوا لك 90 دقيقه، مستحيل تجي هفوه حتى على 5 دقائق على 2 دقائق على دقيقه تستغلها تخرج بثلاث نقاط وخلي التيكي تاكا لماليها. هذه غلطه ثالثه. انا كنت يعني كنت متمني لو كان يغلق اللاعب خاصه في وسط الميدان يامن، يقدر يزيد لاعب مدافع ثالث ويامن النتيجه ويحاول يخطف هدف. تقدر تخطف هدف على الفريق هذا، فريق غينيا صحيح انه احسن منافس يعني احسن من الصومال، والصومال اصلا مرتبه اخيره يعني في تصنيف الفيفا، احسن من موزمبيق احسن من بوتسوانا، رغم انه الشيء اللي علاش انا متفائل نوعا ما، لان هذا غيني صحيح انه منافس قوي لكن خسر مع بوتسوانا واش معناه؟ معناه ما عندوش ثبات في المستوى. فاز علينا في الجزائر وكون نصحوا الاخطاء نتاعنا وتكون عندنا تركيبه بشريه قويه نقدر نفوز عليه حتى في خارج الديار عادي، ويقدر يتعثر في المقابلات القادمه. علاش؟ قلت لك ما عندوش مستوى ثابت. الشيء الاخر، الحاجه الاخرى اللي الناس تغافل عليها تغافل عليها، انه قال لك 6 نقاط كثر خير اللي جاب 6 نقاط. اوكي، اول حاجه هذه جابها خالص عليها، يخلص 5 بلايا في الشهر ماهيش بلاش، هذه باش الناس تفهم ما كاش حاجه بلاش. لان يعني المدرب هذا يتقاضى تقريبا نقولوا قريب النص اللي يتقاضاه المدرب السابق، 5 ملاير باش تعرف برك ما كاش حاجه بلاش. لكن 6 نقاط ضد من؟ هذا هو السؤال، هذا هو بيت القصيد. ضد من؟ ضد الصومال. الصومال روح، انا ما نتكلمش انا على الصومال، كاين الانترنت وروح ابحث وادخل موقع الفيفا شوف ترتيب نتاع الصومال اللي دخلت عندنا في منطقه 18 متر عندنا في الجزائر 3 مرات وسجلت علينا الهدف، والمدرب قال لك بسبب الملعب، سجلت علينا هدف بسبب الملعب مش مليح، ما لقيتوش تفسير انا صراحه. الحاجه الاخرى، فزنا على الموزمبيق، نقولوا موزمبيق فزنا خارج ديار، معليش انك تربح خارج ديار حاجه مليحه، لكن انا الموزمبيق تفاجات اليوم انه موزمبيق فاز بصعوبه شديده على من؟ على الدرني تاع الفيفا اللي هو الصومال. باش تعرف 6 نقاط كيفاش جبناها برك، باش ما يغلطك حتى واحد، لانه كاين انسان عنده عقل وكاين الحشاك ما عندوش عقل، كاين عنده حذاء في عقله. هي كاين ناس صح تشجع منتخب وطني غاض الحال، وي اوكي ما لعبناش مليح، اصلا بالنسبه لي ما كناش حاضرين، شو نكون معكم صريح، غلط المدرب اوكي يعني معك، بصح انك تتمنى الخساره تاع بلادك باش يجي فلان ويجي فلان، هنا راك تجاوزت كل الخطط الحمراء، هنا مشكوك في امرك، هنا ماكش تشجع بلادك تشجع اشخاص. مهما يكون راح مدرب يجي مدرب هذه بلادك، نروحوا للنقطة الفاصلة. النقطة الفاصلة اللي ما ها ما يبغوهاش الهيشة، نعم ما يبغوهاش. احنا خسرنا ضد موريتانيا وقصاتنا موريتانيا بفضيحة ثانية، لأن مرتين نخرجوا من الدور الأول من كأس أفريقيا، مسحنا الموز في الحكم قاصة مسخانة منا من هي منا من هي، أخي ربحتنا موريتانيا، مسحنا الموز في الفار. موريتانيا تروح لها السودان اللي عندها مشاكل وحروب واقتلاك وتخبطها بدوزيرو في موريتانيا، وراح الفار والحكم والدنيا والسخانة والميديتي، شفت كيفاه؟ مدرب 3 مقابلات فوز خسارة تعادل قال لك نصبر عليه ويبني في منتخب، ومدرب فوز خسارة تعادل قال لك لازم يروح، نفاق. فهم يفهم.
اذا نتمنى ان شاء الله كما قلت الاخبار اللي تقول باللي كاين لاعب زوج رفدوا رجليهم باش نخسروا خدمه لاغراض لاعب او مدرب ان شاء الله تكون اخبار خاطئه، لانه اذاعه الاخبار الصحيحه سي غراف كارثه دوماج. لاعب يخون بلاد وناس بالنسبه لي اللي يرفد رجله هذا غدوه عادي يهز سلاحه ويقتل خاوته الجزائريين بالنسبه لي عادي. صحيح صحيح اوجه التشابه تختلف، لكن بالنسبه لي كيف كيف هذا خايب خاين هذا غدوه بشر قدر الله كاش حرب يخون خاوته يهز سلاحه ويقتل خاوته عادي عيب. اذا في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.